ان شاء لو الله بعد اتكلمنا الخير بقى ان شاء الله. ندخل بقى في البطوله وندخل في مجموعتنا، مصر يا جماعه تامن عالم في اللعبه دي، بطل افريقيا في اللعبه دي، فانت بتتكلم كمان عن لعبه مصر بتتصدر فيها، يعني ارقام قياسيه. يعني دور مصر احنا هنلعب السويد وتشيك وتشيلي. صعب المجموعه دي يا كابتن محمد؟ هو بصراحة أنا بشوفها من وجهة نظري كان اختيار ناجح من الأول، لأن احنا طبعا في نظام القرعة من الأول بتتقسم الليفلات في الأول وبتخسر القرعة والبلد المستضيفة بتختار المجموعة اللي هتشارك فيها. أنا شايف من الذكاء إن احنا نشارك في المجموعة دي، لأن طرينا لغاية دور الثمانية هيبقى كويس جدا. بمعنى احنا حتى مجموعتنا سواء تشيلي سواء التشيك سواء السويد هي مجموعة مش هقول إن هي ضعيفة ومش هقول إن هي قوية قوي، ولكن في نفس الوقت حتى فيها تدرج فني. يعني حتى انت في المقابلات هتقابل مين؟ هنقابل تشيلي الاول بالظبط، هنقابل تشيلي الاول هي في مستوى فني وتاريخي اللي بالنسبه لبطولات كاس العالم اقل، بعد كده هنقابل التشيك، بعد كده هنقابل السويد. السويد افضلهم اعتقد، السويد افضلهم. احنا بصينا المنتخب تشيلي الاول، هو منتخب تشيلي بدايه مشاركاته في كاس العالم اصلا سنه 2011، فهو يعتبر شويه منتخب حديث شويه. صحيح. في بطولات كاس العالم هو شارك في اربع بطولات بس في كاس العالم، وعمره ما عدى الدور الرئيسي او اللي هي البطوله اللي بتتعمل من الترتيب كاس الرئيس في البطولات. مع عمره اكبر مركز جابه او افضل مركز جابه المركز 21 تقريبا في بطوله 95، يعني انا اسف في 2015. فلما نيجي نتكلم برضو على المنتخب اللي بعده، منتخب تشيك، هو عدد مشاركاته في بطولات العالم برضو حوالي 5 بطولات عالم، افضل مركز حققه كان المركز الثامن سنه 95 تقريبا في ايسلندا. لكن هنيجي نتكلم على السويد، هي دايما الفرقه بقى اللي بنتكلم على ليفل 1 بقى. فرقه السويد طبعا ليها باع كبير في بطولات العالم، مشاركه 24 مشاركه في بطولات العالم، بنسبه كبيره دايما بتبقى في المربع. حتى لما جت رابع العالم اعتقد هي واخده 4 بطولات عالم، واخده 3 مراكز فضيه، واخده 4 مراكز برونزيه، فهي على طول في المربع الذهبي. حتى لما كانت بتعمل زي تحليل، ويعني تحليل اللي بينزل بأعمار السنيه او احلال وتجديد للمنتخب، انت حضرتك ما حسيتش بالفرق ده. يعني احنا لو جينا حسبناها هتلاقي منتخب مصر قابل منتخب السويد في بطولات العالم 8 مرات في تاريخ بطولات العالم. احنا خسرنا 7 ماتشات وكسبنا، سوري، تعادلنا مباراه واحده. فهو دي تعتبر المباراه الصعبه في المجموعه، وهي دي هتبقى بدايه طريقنا. يعني لان انت برضه هتروح تواجه في المجموعه الثامنه، لان طبعا هنبقى برضه نتكلم باستفاضه على نظام طريقه اللي هنقابل في نظام المجموعات. هنتكلم عليه، هنتكلم لسه عن نظام المجموعات ونظام البطوله. بس انا اعتقد ان مجموعتنا كويسه، تدرج الفني فيها كويس، تبدا مباراه اقل فالاعلى مستوى، وان شاء الله ربنا يكرمنا.